نحن عائله واحده جماعه اسبيرونس وجماعه الكلوب الناس كل نتفرجوا مع بعضنا ميتون الاول تعدى ما شاء الله حلاوات وان شاء الله ان شاء الله ديما نحن ماذا بينا مربوحه للترجي الرياضي التونسي وديما رانا نقعدوا رانا عائله واحده والترجي والافريقي راهم بلاد واحده وتونس راهي واحده هذيك الكوره ماك تعرف الكوره في تونس هكاك اللي يحب جمعيته تلقاه منفعل على الجمعيه على لي زوكازيون اللي تلقاهم اللي يذيعوا و ابار سا الاجواء ديما عائله نحن عائله واحده لان انا تلقانا في كل دار فما جماعه ديسبيرونس وجماعه الكلوب وقت تشوف ما شاء الله تو القهوه لكل جماعه الكلوب والاسبيرونس وكل واحد يحب جمعيته تربح وهاك تشوف الاجواء تشوف كل قهوه جماعه ديسبيرونس والكلوب ترجي دوله حتى الكلوب زاد اخوات واحلى جمعيه معناها جمعيه الكل اخوات لان الدنيا وصار نرفيز على الاربيتر كيفاه الاوراق ورا بعضها صفر 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 والاجواء خويا ترى فيها باب السويقه مسميه على الاسبيرونس هذا يا خويا ترجي دوله وترجي عريقه ورانا غول افريقيا راهو ما يوصل لنا حد في التيتروات في الكوب دافريك في الكؤوس في كل شيء باهيه الحمد لله نورمال ما مشيش للسايد اما تبعت قام بواجبو قام ما ميسالش نعاودوها مرة جاية برشا عباد تفرجت ديجا وتعرف الماتش كيفاش صارت فيه تحايلات والله عطات حاولت اما ان شاء الله مرة جاية العب يا ترجي ان شاء الله يجزينا الروح والدم والعالم الله لا 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 عليكم رانا تنفسوا في الدنيا هذه نعيشوا بالنادي الافريقي معناها ما تزينا كالافريقي والحمد لله خويا اليوم ربحنا فيكتوار وقدرة ربي الافريقي باللي تعملوا يا سعد باش نبقوا ديما خويا نتابعوا الكلوب افريكا باللي تعملوا خويا الافريقي ديما لابس عليها الافريقي ديما لابس عليها من الاخر خويا باللي تحبوا تحطوا العصا في العجله الافريقي ديما لابس عليها خويا قانون باهي هذه قانون حاجه مريقله نتفاهموا فيها اما ما تسبنيش يا صاحبي ما تضربنيش بالمتراك انت غاز عريس خويا نسيبنيت خويا راحوا ظروف شويه زاده راه هذه بعد البوند ليه 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 قبل البوند قبل الطرح هذايا هذايا قبل الطرح نحكوا فيه راه هذايا في الفلوس صار قدامنا خويا نسى راهي بالرسمي زادك علاش هذايا كل اش عملنا لكم زين خويا وان شاء الله تفهمونا وان شاء الله تقولوا انه الجمهور عامل فوضى مالي اخوي الجمهور اليوم منظمه اليوم وهبطنا ديجا بالعكس من قبل ما تطلع جاونا بيه عبيت خويا داخلت منظمه هم اخويا يحبوا يعملوا شوشره اخرى وربحنا والحمد لله كيفاش كيفاش الشوشره الاخرى زكفه هاني لعبت تعرف صح يا خويا كتشوف انا فما فيديوهات ويابتو وكا